شعت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من القلب فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: ثم أماته فأقبره. حديثنا في هذه الليلة يدور بإذن الله تعالى تحت عنوان: ماذا يجري في القبر؟ مرحلة القبر تمثل إحدى المراحل المهمة من مراحل الآخرة، وقد أكثرت الآيات الكريمة والروايات الشريفة من الحديث عن هذه المرحلة، ونحن لا نعلم ما هو الأمد الذي تستغرقه هذه المرحلة. إذا متنا ووضعنا في قبورنا، فكم نبقى في القبر؟ لا نعلم. الجد رحمة الله تعالى عليه كان قليل النوم، البعض كانوا يقولون له: لماذا لا تنام أكثر؟ فكان يقول: إن أمامي نومة طويلة ربما تمتد إلى ملايين الأعوام.
أنا أؤجل نومي إلى هناك. هذه المرحلة ربما تمتد إلى ملايين الأعوام، وربما تمتد إلى مليارات الأعوام. لا نعلم بالضبط. الشيء الذي يبدو أن القبر له رهبة كبيرة لدى الأموات، وحق لهم أن تكون لهم هذه الرهبة. هنالك عالم جديد، وهنالك بيت جديد، وهنالك عقبات، وهنالك بطون، بتعبير الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك إذا تلاحظون الكتب الفقهية تجدون أنه إحدى الآداب في إقبار الميت أن ينقل إلى قبره في دفعات، لا تنقل الميت إلى القبر دفعة واحدة. هؤلاء الذين يريدون أن يقوموا بعملية خطيرة اللي فيها احتمال الموت، بعض العمليات ربما احتمال الموت يكون فيها 80%، يبنج ثم لا يعود إلى الحياة. هذا الفرد، ما أعلم ملاحظين أو لا، عندما يريدون أن ينقلوه إلى غرفة العمليات، في بعض الأحيان تنتابهم رهبة كبيرة، بعضهم يبكون. قبل فترة واحد من الكبار نقلوه إلى إحدى البلاد الغربية لإجراء عملية لعله كان فيها نوع من الخطورة. نقل أنه عندما أدخلوه في غرفة العمليات أخذ يصرخ وينادي ويقول أنا ما أرضى، وطلع من غرفة العمليات ورجع إلى بلده، ترك العملية بالمرة. هذه عملية يقوم بها الفرد. إذا تريدون أن تنقلوا هذا إلى غرفة العمليات، لا تنقلوه دفعة واحدة، انقلوه شيئا فشيئا حتى يتأهب، حتى يستعد من الناحية النفسية. الميت في الكتب الفقهية أيضا كذلك، الفقهاء يقولون عندما تأخذون التابوت لا تنقل التابوت إلى القبر دفعة واحدة، وإنما ضع الميت على بعد ذراعين
أو 3 أذرع من القبر. ضعوح. ثم بعد ذلك انقلوح إلى مكان أقرب، ثم بعد ذلك احملوه وضعوه في مكان أقرب، ثم بعد ذلك احملوه وضعوه في القبر. هذا ما يقوله الفقهاء تبعا للروايات. وهنالك رواية مروية عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، تقول هذه الرواية: وإذا حملته إلى قبره فلا تفاجئ به القبر، فإن للقبر أحوالا عظيمة. الوالد رحمه الله يقول: هول العالم الجديد وهول البيت الجديد وهول السؤال في القبر إلى غير ذلك من الأهوال، فإن للقبر أهوالا عظيمة. وتعوذ بالله تعالى من هول المطلع. في هول المطلع هنالك احتمالات أنه ما هو معنى هول المطلع. الأولياء كانوا يبكون لهول المطلع. إحدى معاني هول المطلع هو هذا الهول، هول الإشراف على القبر. على كل حال، نتحدث حول هذه المرحلة، مرحلة القبر، ضمن مباحث. المبحث الأول: ما هو القبر؟ المبحث الثاني: تسجيل الأعمال في القبر. البحث الثالث: السؤال في القبر. البحث الرابع: ثواب القبر وعقابه. البحث الخامس: بعض ما يوجب عذاب القبر. البحث السادس: حضور الأئمة صلوات الله عليهم عند الميت في القبر. هذه بحوث نتعرض إلى بعضها في هذه الليلة بإذن الله تعالى، وندع البعض الآخر إلى حديث قادم. البحث الأول: ما هو القبر؟ الشيء الذي يبدو لنا، والله أعلم بحقيقة الحال، أن كلمة القبر في الروايات الشريفة تطلق على معنيين. فإذا طالعت رواية فيها ذكر القبر، ينبغي أن يتأمل أنه يراد المعنى الأول
أو المعنى الثاني. المعنى الأول للقبر الجدران الأربعة التي تضم جثة الميت. مثلا عندنا في الروايات أن نبش القبر حرام، نبش القبر يعني المكان الذي دفن فيه الميت تحت الأرض. عادة الدفن يتم تحت الأرض. نبش هذه البقعة محرم. في الأحاديث يوجد زور المقابر، زيارة المقابر يعني هذا المكان الذي دفنت فيه جثة الميت. المشي على القبور مكروه، إذا ذهبت إلى مقبرة فلا تمشوا على القبور، يعني هذا المكان الذي وضعت فيه جثة الميت. المعنى الثاني للقبر مثوى الروح، يعني المكان الذي توجد فيه الروح وتكون فيه الروح، لأن كما يبدو من الروايات أن الروح لا تبقى في هذا القبر، الروح لها ارتباط وعلاقة بهذا القبر ولكنها لا تبقى فيه إلى النهاية. أرواح الأموات تذهب إلى وادي برهوت، بعض الأموات بعض الأموات أرواحهم تذهب إلى النجف الأشرف. فإذا المكان الذي تكون فيه الروح قد يختلف عن المكان الذي يكون فيه البدن. مثوى الروح، مكان الروح أيضا يطلق عليه القبر. العلامة المجلسي رحمة الله تعالى عليه، وهو المضطلع بالأخبار وبأحاديث أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، يقول في البحار في الجزء السادس صفحة 271: المراد بالقبر في أكثر الأخبار. هاي كلمة الأكثر لها دلالة، ما يكون الروح فيه في عالم البرزخ. هذا عالم البرزخ الذي يمتد من الموت إلى يوم البعث، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. الروح أين تكون؟ الروح تكون في وادي برهوت، أو تكون في النجف الأشرف، أو تكون في جنة الدنيا، أو تكون في جحيم الدنيا. هذا المكان يطلق عليه القبر، كما يقوله هذا المحدث المتتبع. أنقل لكم بعض الروايات التي ربما تشير إلى هذا الإطلاق الثاني. مثلا لاحظوا هذه الرواية التي ينقلها في البحار عن الكافي
عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يقول الإمام في هذا الحديث: ولكني والله أتخوف عليكم من البرزخ. هذه مرحلة مخيفة. قلت: وما البرزخ؟ قال: القبر منذ حين موته إلى يوم القيامة. هذه مرحلة البرزخ، يتخوف أهل البيت صلوات الله عليهم منها علينا. هذا القبر في هذه الرواية لعله يكون بالمعنى الثاني، لا خصوص تلك البقعة التي فيها بدن الميت. الرواية الأخرى أيضا يرويها في البحار في مجلد آخر عن الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه في قوله تعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. هذا البرزخ أين يكون؟ قال الإمام صلوات الله عليه: هو القبر، يعني فقط ذلك المكان الذي يحتوي على بدن الميت، أو المكان الذي تحل فيه روح الميت، أو يشمل الاثنين. وإن لهم فيه لمعيشة ضنكا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هذا هو البحث الأول. البحث الثاني هو عبارة عن تسجيل الأعمال في القبر. والذي يبدو من بعض الروايات أن هذه المرحلة تسجيل الأعمال متقدمة على مرحلة السؤال في القبر. كل واحد منا عندما يوضع في قبره يجب عليه أن يسجل جميع ما عمله في حياته. دائرة العمل دائرة وسيعة جدا. احنا كم نقوم من اعمال في خلال حياتنا؟ هذه كلها يجب ان تسجل في القبر. ومن الذي يسجل؟ انا وانت. كل واحد يجب عليه أن يسجل جميع أعماله. لعله كلمة العمل تشمل حتى الأعمال الفكرية، لأنه العمل الفكري نوع من العمل، وفي بعض الروايات ما مضمونه أن نية المؤمن من عمله، بل في بعض الروايات إن نية المؤمن خير من عمله. لعل هذه الروايات والآيات تعطي عرض عريض للعمل. إذا كانت كلمة العمل بهذا العرض العريض،
إحنا كم صورة ذهنية تأتي إلى أذهاننا في حياتنا؟ العلماء الجدد يقدرون أنه إذا الصور الذهنية التي تتوارد على أذهاننا من أول حياتنا إلى آخر حياتنا نجمعها، كم مجلد تكون؟ هذه الصور الذهنية يقدرونها 90 مليون مجلد كل واحد منا. إذا كانت كلمة العمل لها هذا العرض العريض، فجميع الأفكار وجميع التصورات وجميع الأعمال الخارجية، في الأحاديث أكو في بعض الروايات أو كلام بعض العلماء حتى النفخ تحت القدر، النساء قديما عندما كانوا يريدون أن يشعلوا النار تحت القدور كانوا ينفخون هذه النفخة، حتى إذا لمست ثوب صديقك هذا اللمس، أو ذهبت لشراء قماش فلمست هذا القماش، حتى هذه الأعمال الجزئية كلها تسجلها أنت. وفي آية أخرى طبعا في كتاب لعله كتاب آخر، الله سبحانه وتعالى يقول ما لهذا الكتاب، لعله هذا الكتاب ولعله كتاب آخر، هذه الرواية لا تبين أن هذا الكتاب هو ذلك الكتاب، ولكن لعل المظنون أنه هو ذلك الكتاب، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. لعل هذه الآية لها إطلاق تشمل حتى الأعمال الفكرية وحتى التصورات الذهنية. هل تتذكر كل شيء؟ إذا المفروض أن واحد يكتب كل أعمال يتذكر ذلك، إحنا نتذكر أنه قبل 10 أيام ماذا قلنا وماذا فكرنا وماذا أكلنا، قبل 3 أيام ماذا أكلنا، ربما لا نتذكر. إذا نحن لا نتذكر يوجد هنالك من يتذكر. الله سبحانه وتعالى يقول في آية أخرى أحصاه الله ونسوه، ولكن هذا مسجل. أقرأ لكم هذه الرواية التي تتحدث حول تسجيل الأعمال في القبر. هذه الرواية مذكورة في كتاب الفضائل للقمي صفحة 89. الرواية مطولة جدا، وهي رواية أن سلمان المحمدي رضوان الله تعالى عليه ذهب إلى المقبرة وكلم ميتا في أخريات حياته. الميت ينقل ما مر عليه بعد الموت. يقول فلما فرغوا من الصلاة عليه حملت إلى قبري ودليت فيه فعاينت هولا عظيما، يا سلمان اعلم أني لما وقعت من سريري إلى لحدي تخيل لي أني قد سقطت من السماء إلى الأرض في لحدي.
حالة السقوط جدا حالة مرهبة. إذا واحد يوقع من الطابق الثالث لجوا، ما هي الحالة اللي يشعر بها في حالة السقوط؟ حالة رهيبة. يقول: هذه المسافة القريبة عندما دليت إلى لحدي شعرت بأني قد سقطت من السماء إلى الأرض في لحدي، وشرج علي اللبن، جمع لبنة، وحثي التراب علي وواروني. فلما نادى المنادي بالانصراف، الكل يتركون الميت، إلى متى يبقون على قبر الميت؟ أعز شخص عليك يبقى عندك دقائق ثم يتركك. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. فلما نادى المنادي بالانصراف أخذت في الندم وبكيت من القبر وضيقه وضغطه، وقلت: يا ليتني كنت من الراجعين، لعلي كنت مع هؤلاء الذين رجعوا من دفني، لعملت عملا صالحا. فجاوبني مجيب من جانب القبر: كلا، انتهى، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، انتهى. فقلت: من أنت يا هذا الذي يكلمني؟ هذا اللي تلا علي هذه الآية. فقال: أنا ملك وكلني الله بجميع خلقه ليكتبوا أعمالهم على أنفسهم. كتابتك أنت تكتب، ويوم القيامة تجيب هذا الكتاب، اعترافاتك، ماذا فعلت في حياتك. ثم جذبني وأجلسني وقال لي: أكتب عملك. كم مجلد لازم يكتب؟ 90 مليون مجلد، 100 مليون مجلد، أكثر من ذلك؟ المهم يجب أن يكتب كل عمله. فقلت: إني لا أحصيه، ما أتمكن، ما أتذكر كل شيء. فقال: أما سمعت قول ربكم أحصاه الله ونسوه. ثم قال لي: أكتب وأنا أملي عليك. ثم أملى علي ما فعلته في دار الدنيا، فلم يبق من أعمالي صغيرة ولا كبيرة، كلها أملى. في رواية أخرى، هنا مقطع أنقل من الرواية الثانية: فيكتب ما عمل في الدنيا خيرا، عندما يملي عليه أعماله الخيرة يكتبها، فإذا بلغ بسيئاته يستحي. كيف يكتب؟ هذه النظرة التي نظر بها إلى أجنبية، كيف يكتب؟ هذه الكذبة التي كذبها، هذه الغيبة التي اغتابها، هذا الظلم الذي ظلمه ولو ظلم أولاده، كيف يكتب؟ فيقول الملك: يا خاطي، أما تستحيي من خالقك حين عملته في الدنيا وتستحيي الآن؟ حقيقة إحنا إذا الطفل يراقبنا لا نقوم ببعض الأعمال، نخجل من طفل ولا نخجل من الله سبحانه وتعالى. أنت ما خجلت من الله سبحانه والآن تخجل مني؟ أكتب.
وهذه قضية الخجل من الله سبحانه وتعالى، قضية الخجل من الملائكة، قضية الخجل من الخلائق المطلعين. كانت إحدى المؤمنات التقيات توفيت من مدة رحمة الله تعالى عليها، كانت تقول: أنا دائما أدعو الله سبحانه وتعالى، أقول: يا الله، أنا مو فقط أتوقع منك أن لا تعاقبني، وإنما أتوقع منك أن لا تعاتبني حتى عتاب. إذا واحد أبوي عاتبه، ليش فعلت هذا العمل؟ إذا أنتوا تكلمتوا ضد واحد في مكان، بعدين افتهم وعاتبكم، أحيانا واحد يتمنى لو تنشق به الأرض ولا يشهد هذا الموقف. كانت تقول: أنا ما أطلب من الله فقط أن لا يعاقبني، وإنما أطلب أن لا يعاتبني. ليش فعلت هذا؟ هذا موقف العتاب جدا موقف مهول. أحد المؤمنين اللي أعرفه رجلا طيبا بمقدار تشخيصي كان يقول لي كلام آخر متقدم على مرحلة العقاب والعتاب. كان يقول هذا الكلام وهو يبكي، كان يقول: أنا متيقن بأن الله سبحانه وتعالى بالنتيجة يعفو عني. ولكن شيء واحد أنا لم أجد له علاجا. كان يسأل لي: عندك علاج لهذا الشيء أو ما عندك؟ قلت له: وما هو ذلك الشيء؟ قال: الخجل أمام الله سبحانه وتعالى. حتى الله إذا ما يعاقب، حتى إذا الله ما يعاتب، حتى إذا كلمة لماذا ما يقول، ولكن واحد يواجه الحقيقة. هذه القضية أنقلها لكم، الوالد رحمه الله كان ينقل هذه القضية، ما أذكر خصوصياتها. قال: جاء رجل وجيه إلى بلد، وكان عنده دار فتحها للضيوف. هاي القضية يمكن قبل 80 عام، 100 عام، مو قضية مال الآن. كان رجل كريم عنده مضيف، فتح مضيفه للضيوف، كانوا يجون عنده يتغدون عنده يتعشون عنده. في يوم من الأيام هذا الرجل الوجيه طلع لمكان، ما أذكر المكان حتى لا يعرف ذلك البلد، لمكان لعمل. راح وإجى، بعد ما إجى، عندما راح هؤلاء الموجودون أخذوا يتكلمون ضده، هذا العمل المتعارف عند البعض، يقعدون فاكهة المحافل اغتياب الآخرين، 4 قاعدين في مكان، واحد منهم يطلع، 3 الباقين يبدأون بغيبته والتكلم عليه. فأخذوا يتكلمون ضده بكلمات غير ملائمة. هذا منعم عليكم، أنتوا في ضيافته، أنتوا في بيته، شلون تتكلمون ضده؟ بعد فترة الرجل الوجيه عاد إلى بيته. عندما عاد إلى بيته قال لهم: اخترعت وسيلة جديدة، هاي الوسيلة تسجل الأصوات، ما كان موجود في ذاك الوقت،
وأنا عندما طلعت فتحت هذه المسجلة وسجلت أصواتكم. الآن أنا أفتحها اسمعوا ماذا قلتم بطيبة نية فعل هذا العمل مو لغرض معين. ففتح المسجلة وإذا بهؤلاء الحاضرين ينهشون لحمة بالغيبة والتهمة والضحك عليه والسخرية بي. بعض الحاضرين كانوا يقولون عندما سمعنا أصواتنا في المسجلة تمنينا لو كانت الأرض تنشق بنا. إشلون ننظر إلى وجه هذا الرجل حتى إذا ماكو عتاب وحتى إذا ماكو عقاب، ولكن الخجل من الله سبحانه وتعالى. كان هذا الرجل المؤمن الطيب التقي حسب تشخيصي كان يقول هذا شنو علاجه؟ قلت له هذا الشيء أي علاج ما بي. الله تعالى يقول في القرآن ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، يعني ما يتمكن مثل أنت شوف واحد ما تتمكن تنظر في وجهه، هالشكل يدنجون عند الله سبحانه وتعالى. ماذا يقولون وماذا يجيبون الله سبحانه وتعالى؟ هذا مو فقط الطالحون، احنا نظن فقط الطالحون المذنبون، حتى بعض الصالحين. خجل من الله سبحانه وتعالى أن تقول في آية أخرى، الله تعالى يقول أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. تفريط. هسه بغض النظر عن الذنوب، أحد المؤمنين فكر أنا إذا الآن مت كيف ألاقي الله وكيف أواجه الله وبكم ذنب أواجه الله سبحانه وتعالى. قال أنا أقدر يوميا مرتكب ذنب واحد، ظلم ذنب، إخافة المؤمن ربما تكون ذنبا، إيذاء ذنب، غيبة ذنب، سخرية ذنب، سوء الخلق مع الأهل والعيال في بعض مراتبه ذنب. الذنوب بين أيدينا وأرجلنا. ذنب مو يعني فقط واحد يشرب خمر. فكر كم ذنب أنا مرتكب. قال إذا أنا يوميا مرتكب ذنب واحد حسب عمره، قال الآن إذا أموت أنا ألاقي الله سبحانه وتعالى بمثلا 23,000 ذنب. إحنا إذا فعلنا ذنب واحد تجاه واحد من إخواننا بعد ما نتمكن نباوعه، واحد يواجه الله تعالى ب30,000 ذنب، كيف يواجه الله حتى إذا الله كل شيء لا يقول له؟ حتى إذا واحد ما مرتكب ذنب، التفريط في جنب الله. فرضنا واحد من أول حياته إلى آخر حياته لم يرتكب ولا ذنبا واحدا، التفريط في جنب الله. هذه القدرات الضخمة اللي الله أعطاها لنا، تدرون الله شلون قدرات ضخمة معطينا؟ حاكم بلد، الآن أجيب لكم هذا المثال، لاحظوا حاكم بلد يحكم 30 مليون، 25 مليون، دمر شعبه في العراق. رأينا حاكم حكم على 25 مليون، دمر شعبه، حطم اقتصاد البلد، حطم البنى التحتية، حطم البنى الفوقية،
أدخل جنوده في حروب خاسر على 25 مليون. تدرون أنتم حاكمين على كم مليون؟ هذه الإمبراطورية العظيمة اللي الله معطيها لكل واحد واحد منا، تدرون كل واحد منا حاكم على أي إمبراطورية لا تضاهيها أكبر إمبراطورية في الدنيا؟ شنو سويت بهذه الإمبراطورية التي تحكمها؟ وين؟ راجعوا كتاب الموسوعة العربية العالمية في مادة الخلية. كل واحد منا نحن البشر عنده الله تعالى ملكه سلطه على كم خلية؟ أنتوا حاكمين على كم خلية في بدنكم؟ أنتوا حاكمين كما تقول الموسوعة العربية العالمية وفق إحصاءات العلماء على أكثر من 10,000 مليار خلية. هذا بدنكم، أكثر من 10,000 مليار خلية الله مطيكم. ماذا فعلت؟ إذا واحد من أهل جهنم والعياذ بالله، من أهل العذاب، هذا الجيش، هذا الجند ألقاهم في النار كلهم، سنروح نجهلها، نجهل أبعادها، نجهل عوالمها. هذا البدن، الكون كل الله سبحانه وتعالى يظهر من الآيات القرآنية هكذا لعله يظهر أن الكون كل خلق لأجل الإنسان، كل هذا الكون المذهل. تدرون إحنا في كل يوم كم ثانية عندنا؟ كم ثانية عدنا في كل يوم؟ واحد يجي يخلي في رصيدكم البنكي $86,000، يقول أنا كل يوم أخلي في رصيدكم $86,000، أي مقدار منه تحبون سحبوا، ولكن إذا للليل ما سحبت أنا هذا المبلغ أخذه بعد لا أعيده لكم. العقل أن تسحب كل هذا المبلغ؟ فإذا واحد إجى سحب 1,000 دينار، بعدين راح في اليوم الثاني إلى البنك قالوا سحبت البقية، ما يتندى؟ الله تعالى في كل يوم مطينا 86,000 ثانية و400 ثانية. كم ثانية من هذه الثواني نستغلها في كل يوم؟ اجمعوا أيام عمرنا إلى آخر عمرنا، كم ثانية الله مطينا؟ يجي واحد يوم القيامة مستغل كل يوم 86,400 ثانية كل يوم، وإحنا نجي مستغلين من كل يوم 1,000 ثانية مثلا، والبقية كلها ضياع وهدى. واحد ما يتندى؟ ولذلك واحد عندما يشوف النتيجة الإجمالية لحياته، هذا الندم الذي يدركه والخجل الذي يدركه، هذا لا يمكن أن يتصور. واحد حتى نومه كما قلنا فيما مضى يمكن أن يجعله لله سبحانه وتعالى، أكو أفراد حتى نومهم جعلوه لله، يعني من كل يوم يستفيدون 86,000 ثانية و400 ثانية. واحد يجي فقط مستفيد 1,000 ثانية 2,000 ثانية، عد اجمعوا المجموع الكلي شوفوا شنو يصير.
فالآية عندما تقول ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ويطلبون من الله أن يرجعهم نعمل صالحا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. انتهى. الملك يقول يا خاطي ما تستحي من خالقك حين عملته في الدنيا وتستحي الآن؟ اكتب. نعود إلى الرواية الأولى، هاي مقطوعة من الرواية الثانية. ثم أملى علي ما فعلته في دار الدنيا فلم يبق من أعمالي صغيرة ولا كبيرة، ثم تلا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ثم إنه أخذ الكتاب وختمه بخاتم. المكاتيب القديمة كانوا يختمونها بخاتم مثل طين مثلا، هذا المظروف يسدوه، هاي الفتحة ماله يخلون خاتم مثل طين، قطعة من الطين، حتى هذه إذا فتحت ينكشف أن المكتوب قد انفتح بطريقة معينة، هذا يقال له خاتم. ثم إنه أخذ الكتاب وختمه بخاتم وطوقه في عنقي. كل أعمالك 90 مليون مجلد مثلا، هذا في عنقه. فخيل إلي أن جبال الدنيا جميعا قد طوقوها في عنقي، فقلت له ولم تفعل بي هكذا هذا الملك؟ هذا قبل منكر ونكير، هاي مرحلة متقدمة. قال ألم تسمع قول ربك وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، انت كاتب. هذا بغض النظر عن قضية تجسيد الأعمال اللي تحدثنا حولها فيما مضى. فهذا تخاطب به يوم القيامة ويؤتى بك وبكتابك بين عينيك منشورا تشهد فيه على نفسك، ثم انصرف عني. هذه القضية لعلها نقلتها في مجال آخر، أشير إليها باختصار. أحد الشباب من إحدى البلاد العربية، هذا صدمته سيارة ودخل في مرحلة الإغماء، 3 أشهر كان في حالة إغماء، ثم بعد ذلك عاد إلى الحياة الطبيعية. بعد ما عاد نقل ماذا جرى عليه. قال أنا عندما صدمتني السيارة رأيت نفسي في عالم الآخرة، وكل ما هو مذكور في الكتب جرى علي إلى أن وصلت إلى مرحلة القيامة. كلمة كان يقولها، كان يقول لو كان الموت ممكنا لمت مرات، ولكن هناك في الآخرة بعد يذبحون الموت، بعد موت ماكو، الموت يتمثل في صورة شات على ما في بالي وتذبح تلك الشات، بعد موت ماكو، هذه أشد لحظة على الكافرين، خلود بعد. ولو كان الموت ممكنا لمت مرات،
ولكن ما يمكن. إلى أن دخلت مرحلة القيامة وإذا بي أرى صحائف هالشكل كان ناقل تتطاير حتى كانت كالجبال، وعلمت أو قيل لي إن هذه صحائف أعمالك. ثم جاء ملك من الملائكة وضغط هذه الصحائف، ضغطها وضغطها وضغطها حتى تحولت إلى حجم صغير. الآن أكو بحث في جامعات العالم حول تصغير الأحجام الكبيرة، وأحد العلماء نقل لي أن علماء اليابان يقولون أنه يمكن أن توضع 190 مليار دائرة إلكترونية أو كمبيوترية على رأس قلم رصاص، 190 مليار. الآن هذا علم قائم في جامعات العالم، ويطمحون كما نقل لأحد أساتذة الجامعات الكبرى، قال يطمحون أن يحولوا طيارة إلى مقدار ذرة الرمل، هذا طموحهم في المستقبل، طائرات التجسس على الأعداء. قال ثم حولها إلى حجم صغير ثم جاء ووضعها في عنقي، فأحسست أن لها ثقل الجبال، ظاهرا أكو في كلامه هذا المقطع، فسقطت على الأرض من ثقلها. فجاء ملك أو ملكان قالوا امشي، امشي قليلا ثم أسقط. وأنا في هذه الحالة وإذا أرى سيدي ومولاي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه والإمام الحسين يأتيان. يقول جاء أمير المؤمنين صلوات الله عليه وأنا في هذه الحالة المهولة، قال لي هل تريد أن تعود إلى الدنيا أو تبقى؟ فقلت يا مولاي لا طاقة لي بالبقاء، أريد العودة. فقال الإمام ارجع إلى الدنيا أو ارجعوه إلى الدنيا، فرجع. الشاعر يقول وإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. إحنا الآن ما تبقى من عمرنا المجهول اللي لا نعلم أنه لحظات، ساعات، أيام، نحن يجب أن نفكر في الإعداد لذلك اليوم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا بما أعان به الصالحين على أنفسهم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات فنارت الأفهام الباب كل جهاتي، فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقاتي، بين الظلام وبين نور مشرقٍ.